نبدأ في حوارنا هذا المساء نستعرض من خلال هذا التقرير أبرز الأرقام والمعطيات المتعلقة بمشروع القطار الخليجي. رأى مشروع قطار الخليج النور في العام 2003 بعد أن كلف قادة دول مجلس التعاون الخليجي لجنة وزراء النقل بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع. في العام 2009 قرر قادة الدول الخليجية البدء بإعداد التصاميم الهندسية للمشروع بعد أن جاءت نتائج الدراسة الاقتصادية إيجابية. تستكمل التصاميم الهندسية للمشروع خلال العام 2013 على أن تبدأ مراحل إنشاء المشروع في العام 2014. يكتمل المشروع حسب الدراسة بحلول العام 2018. يبدأ القطار رحلته من الكويت ليمر بالدمام في طريقه إلى البحرين. من الدمام يتفرع القطار إلى المنامة والرياض ليربط بعدها الرياض بالدوحة، كما سيربط القطار أيضا المنامة بالدوحة. يتجه القطار في رحلته جنوبا من الرياض إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين. من العين يتجه إلى مسقط عبر مدينة صحار الساحلية. يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في المشروع 150 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. يغطي مسار القطار الخليجي مساحة قدرها 10,000 كيلومتر لتكون ثانية أطول سكة حديدية في العالم بعد الخطوط الحديدية الصينية. السرعة المقدرة لقطارات نقل الركاب تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة،